مساء الورد، يا مساء الحذر، يا مساء الالتزام. مساكم الله بألف خير يا رب. اليوم معانا ضيف جدا مميز، وأنا أختكم مها المحارب، أخصائية نفسية عيادية أول. إن شاء الله أن الجميع عائد بحذر، إن شاء الله أن الجميع عائد بحذر تدريجي. عندنا اليوم ضيف صعب علينا أنه إحنا نوفي حقه بالكلام من المعرفة ومن الخبرة، الأستاذ محمد تامر المطيري، أخصائي نفسي عيادي أول، خبرة متنوعة بمجالات كثيرة في علم النفس. راح يتكلم عن التعامل مع المراهق، مشكلات وحلول اليوم بإذن الله. يا أهلا وسهلا أستاذ محمد، لما الصوت واضح الصوت واضح الآن، إن شاء الله الكل يسمعنا. ممتاز، يعني نورت. معلش حقك التأخير، يبدو لي ان عندي لا لا مشكلة لا في أنا التقنية، بس من الموضوع المراهقة الشخص اللي ساعدني اليوم وخلاني اوصل للاتصال هو مراهق، أوه حلو فدليل حلو 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 ممتاز. في البداية ودنا تعرفنا عن نفسك أستاذ محمد، إحنا ما نقدر نوفيك حقك من التعريف، لا من خبرتك ولا علمك ولا تدريبك الرائع. فودنا تعطينا شوية نبذة عن نفسك قبل ما نتكلم عن الموضوع. تسلمين أول شيء، شكرا على المقدمة الجميلة منك، وشكرا طبعا لبث جمعية إشراق على التويتر، وفعلا هي إشراق. أنا تابعت كثير من بث سابق أكثر من بث، وفعلا هي قاعدة تقدم خدمة رائعة وجميلة للمجتمع بحاجة لها. أنا قل لي. أخصائي نفسي أول، بدأت بالعمل في مستشفى مدينة الملك عبد العزيز للحرس الوطني، واستمريت فيها تقريبا ما يقارب ال 28 سنة في العمل. تقاعدت مؤخرا في العمل، فهذه هي كل طول عمري وأنا أعمل سايكولوجيست. هذا يعني ربما أبرز ما عندي بالنسبة لسيرتي المهنية. دائما متواضع أستاذنا محمد، تعلمنا منك الكثير وما زلنا نتعلم. تسلمي. اليوم ودنا نتعلم منك عن المراهقة، إيش هي المراهقة؟ إيش تعني لما نقول كلمة مراهقة؟ المراهقة طبعا احنا اذا اخذناها كجذر لغوي للكلمة، المراهقة تعني باللغة العربية من كلمة راهق، يعني اقترب او دنا، وهي المقصود فيها القرب او الدنو من الرشد. يعني هي مرحلة انتقالية، بهالاسم هذا تعتبر مرحلة نمو انتقالية من الطفولة إلى الرشد. حتى باللغة الإنجليزية الأدلسنس، حتى باللغة الإنجليزية تعني الاقتراب من الرشد. فالمراهقة هي الجسر اللي ينقل الإنسان من عالم الطفولة إلى عالم الرشد. جميل. طيب متى تبدأ المرحلة هذه ومتى تنتهي؟ بالنسبة للمراهقة طبعا مرحلة المراهقة علميا تبدأ من 12 تقريبا إلى 21 سنة، لكن حقيقة أو واقعيا قد تبدأ قبل ذلك وقد تنتهي بعد ذلك. تمام. وإيش أهمية المرحلة هذه؟ ليش يعني المراهقة دائما يعني تلاقي في المجالس العامة تجي كثير، في المسلسلات تطلع لنا كلمة مراهق كثير، في العيادات نلاقي كثير من زائري العيادات من هذه المرحلة مع أسرهم. إيش أهمية المرحلة هذه؟ ليش مهمة مرحلة المراهقة؟ المراهقة طبعا هي بتصوري أنا هي أجمل مراحل العمر، هي المرحلة الدرامية، المرحلة اللي تحدث فيها أشياء كثيرة وأحداث كثيرة. أي نعم، حتى لو تلاحظي الأدب تناول المراهق بشكل، شخصية المراهق روايات عظيمة كان أبطالها المراهقين، على اعتبار أن مرحلة المراهقة هي مرحلة فورة، فورة إنسانية، فورة جسمية. أهمية تكمن في أنها هي المرحلة اللي إذا كنا نعتبر أن الطفولة مرحلة الصندوق الأسود في حياة الإنسان، فإن المراهق هو مرحلة الوقود، وقود اللي يحمل الطائرة اللي هو الإنسان إلى عالم الرشد. مرحلة المراهقة مرحلة تكوين أهم جانب من جوانب حياة الإنسان اللي هي الهوية. فالمراهقة مرحلة
درامية، فيها صراعات كثيرة، فيها نمو عجيب، نمو غريب. المراهق قد لا يعي، الناس اللي حوله قد لا يعي هذه الأشياء اللي تحدث له في فترة بسيطة من العمر. تمام. إيش هي أبرز سمات مرحلة المراهقة؟ يعني إيش يميزها عن غيرها؟ السمات الأكثر شيوعاً، ملامح المرحلة هذه إيش سماتها؟ الناس تنظر دائما للمراهقة على أنها أزمة، على أنها مرحلة مصاعب ومشاكل، مرحلة عقبات. لكن حقيقة أن المراهقة هي أجمل مراحل العمر، هي المرحلة اللي يتم فيها تكوين الإنسان، تكوين هوية الإنسان. هوية الإنسان هي أجمل ما يملكه الإنسان، هي اللي تعطيه قيمة ومعنى في الحياة. فالمراهقة تقدم للإنسان هوية كاملة تساعده على إكمال حياته بشكل إيجابي في عالم الرشد. المراهقة حتى المراهقة هي تمثل بصمة جيل. كل جيل، إذا احنا نبغى نقيس كل جيل نقيسه من خلال مراهقته. المراهقة والمراهقين هم أهم عوامل التنمية الإنسانية في أي مجتمع. المراهقة دائما خطط التنمية الإنسانية دائما تقوم على قدرات المراهقين وتهيئة المراهقين للمستقبل، فهم يمثلوا المستقبل. لذلك مرحلة المراهقة ليست مشكلة، مرحلة المراهقة هي مرحلة انتقالية طبيعية من مرحلة الطفولة، مرحلة الاعتمادية على النفس، إلى المرحلة الاستقلالية، وإلى مرحلة تكوين هوية جديدة وجيل جديد يقدر يصنع المستقبل لأي مجتمع يعيش فيه. جميل جميل. إيش هي أبرز سمات مرحلة المراهقة أستاذنا؟ مرحلة المراهقة هي تعتبر، إذا حنا نتكلم في مسألة النمو، هي يسمونها المرحلة الولادة الثانية. في الولادة الثانية، تعرف الولادة، الطفل لما يولد مظاهر النمو الجسدي عنده تكون سريعة جدا بالأسابيع. المراهقة نفس الشيء، المراهقة أشبه بطفل يعود إلى الحياة من جديد أو ينمو من جديد. النمو السريع في المراهقة في فترة أشهر، النمو الجسدي في الشكل وفي الشدة، شدة النمو عنده، نمو العظام، النمو الطولي من فوق لتحت، شكل النمو يخلق كثير من الأشياء والمشاكل اللي قد الناس ما تعيها. مثلا إحساس من المراهق بالتعب، بالإرهاق نتيجة النمو العنيف اللي يبدأ بالسرعة هذه والفجائية. يعتقد الأهالي أو يعتقد دائما أنه هو بدأ يخرج عن معايير الطفل المؤدب، يخرج عن السلوك اللي تعلمه في الطفولة، أصبح غير مطيع، بينما هو يعاني من هذا النمو، من شدة النمو، نمو العظام. شكل النمو يبدأ من فوق لتحت، يعني تنمو الأعضاء العليا قبل الأعضاء السفلية. فمثلا يكون حجم الرأس، حجم الجمجمة، حجم الأنف يكون أكبر بكثير، حجم الأطراف العلوية أعلى، ما في تناسق بين الأطراف العلوية والأطراف بين الأيدي والأرجل، فيظهر شكل المراهق مختلف. قد هذا يجعل من المراهق أو يواجه المراهق بالخجل الشديد، وخصوصا إذا الآخرين قابلوه بالسخرية. فتبدأ تغيرات فجائية في الجسم، في الشكل، تنذر أو تعلن عن مرحلة جديدة أخرى. المشكلة أن كل مظاهر النمو، سواء مظهر النمو الجسدي أو الانفعالي أو العقلي، كلها مرتبطة مع بعض. يعني مثلا ظهور هذه العلامات، ظهور هذا النمو يؤثر كثير في علاقاته مع أسرته. الطفل اللي كان طفل يروح للنساء مثلا يطردونه، يقولون لا أنت كبرت، فلازم تكون عند الرجال. يروح عند الرجال، برضو الرجال يعتبرونه طفل، فيطلبون منه أنه يروح يلعب مع الأطفال. فيبدأ هنا تبدأ هنا بذور مشكلة المراهقة. المراهق هنا يبدأ، هل هو رجل أو حتى المراهقة هل هي امرأة أم هي طفلة؟ هذه هي نواة مشكلة المراهقة، إحساسه بكينونته وإحساسه بمكانه الآن.
المشكلة أيضا النمو العقلي في عند المراهق في مرحلة الطفولة كانت النمو يعتمد في قدراته العقلية على التفكير الحسي اللي يعتمد على الحواس، ما يرى وما يسمع. أما في المراهقة فهنا تتطور عملية إلى ما يسمى بالعمليات العقلية، يبدأ الآن يفكر بالمعاني العميقة مثل الحب، مثل الصداقة، مثل الوفاء، يبدأ يعرف معاني مختلفة ليست حسية، معاني ضمنية أو مجردة. فتفكيره هنا يتغير، فيواجه قد يواجه من الأهالي بطريقة في التفكير مختلفة، يسأل، يعاند، يرفض بعض الأشياء اللي كان يتقبلها في مرحلة سابقة. فأيضا هنا تظهر مشكلة جديدة. المراهق في هذه المرحلة زي كل المرحلة الطفولة عادة تكون البطل الرئيسي في هذه المرحلة هي الأم في البداية، ثم الأب والأم في مرحلة أخرى، ثم المدرس في مرحلة المدرسة. أما في مرحلة المراهقة يكون الأصدقاء هم أبطال هذه المرحلة. الولاء في هذه المرحلة هي للأصدقاء. فالحاجة للانتماء عند المراهق والحاجة تجعل من اقترابه من الأصدقاء هي أهم ما يميز مرحلة المراهقة. اقترابه من الأصدقاء مرحلة جيدة من ناحية وخطرة من ناحية أخرى، ويمكن نتحدث عنها إذا كان في سؤال عنها لاحقا. والله في أنا الحين حطيت بالي ثلاث أسئلة أستاذنا. الأول أنت لمست نقطة مرة حساسة، أنا أذكر يعني يمكن يتفقون معي المتابعين لما كنا مراهقين كانت أكثر نقطة حساسة من ناحية الشكل نحس خشمنا أكبر خشم في العالم، فدايما نحس إنه خشمنا كبير هو بيصغر وش بيصير شكلنا يعني. فأنت ذكرت نقطة إنه التغير في الشكل هذا ممكن يخلق مشاكل عند المراهق مثلا من ناحية التغيرات السريعة، فهل ممكن يأثر على الثقة في النفس في هذه المرحلة، النظرة والرضا عن الشكل الخارجي؟ صحيح، المراهق طبعا لا يدرك هذه التغيرات، خاصة أنه عندنا احنا نقص حتى في مرحلة ما يفترض أن نعده في مرحلة الطفولة لتقبل مثل هذه التغيرات وفهمها. تلاحظي أنت دائما المراهقين والمراهقات وبالذات البنات لما يتكلمون حتى في دائما تجدونهم إيديهم يغطون فيها أنوفهم وهم يشعرون بأنه في شيء تغير بأجسامهم، العلامات الأولى للبلوغ، العلامات يشعرون بالتغير، فهذا يسبب لهم نوع من الخجل، الخجل من أجسامهم، ويعتقدون أنه هذا الشيء هو ما يكونون عليه. يعني كثير من الزملاء يقولوا لي عندي بنات مراهقين بدأوا يطلبون منهم يسوون عمليات، هم في عمليات الأنوف، هم اعتقادا منهم أنه هذا الأنف هو الأنف، حتى يتكامل في المرحلة متأخرة بعد حتى يتكامل النمو وتتناسق مرة أخرى وتأخذ شكلها الأخير تحتاج وقت. طبعا النمو الجسدي إيش الرسالة اللي توصلها يخلق. إيش الرسالة اللي توصلها أنت كأب منك للمراهقين اللي بيسمعونك الحين، اللي عندهم تخوف حول شكلهم ولا يستعجلون أهلهم مثلا يبغوا عملية تجميل هنا ولا هنا وهم لسه في مرحلة المراهقة، إنه هذه المرحلة والتغيرات اللي يشعروا فيها اللي يشوفونها الآن ليست هي بداية لتناسق جميل. عادة قد يكون هذا بشكل الأول هو تشويه، ولكنه في حقيقة التشويه اللي يقود للجمال. يعني حتى يكتسب الجسم تناسقه يتطلب هذه طبيعة النمو. النمو الجسدي يبدأ من فوق، يسمونه النمو الطولي والنمو المستعرض وبالعرض. فطبيعة الجسم وطبيعة هذه كل إنسان طبعا لابد يمر في هالمرحلة، فهذا ليس هو الشكل النهائي للمراهق، هذه بداية لتكوين البنية والشكل المتوازن واللائق له، فهي بداية فقط وليست الشكل النهائي له. هذه تحتاج انه يكون في مراحل سابقة من التعليم. انا اعتقد ان المراهقة تتطلب مرحلة قبل مرحلة المراهقة، مرحلة إعداد المراهقة تتم في السنة العاشرة أو الحادية عشر، يكون حتى ضمن مناهج المدرسة الحديث عن مثل هذه الأمور،
وغيرها في أمور أكثر، تأثير الهرمونات، نمو الهرمونات، الأشياء. يبدو لي أنهم المراهقين معظمهم يدخل مرحلة المراهقة وكأنه يتفاجأ بما يحصل له، والمفاجأة بتكون عليه عنيفة، التغيرات اللي قاعد تحدث سواء تغيرات في الشكل الخارجي أو تغيرات داخلية، فيتفاجأ فيها. وعندما لا يجد أسئلة أجوبة لأسئلته من الأهل أو إيضاح منهم، قد يلجأ، وبهذه بالعادة مشكلات المراهقة، قد يلجأ للخارج، وأكثر الناس اللي ممكن يجاوبون عليهم أصدقائه، أو يلجأ إلى مصادر أخرى الآن في وسائل التواصل، وقد يحصل على معلومات مضللة، معلومات خاطئة تزيد المشكلة أو تحولها إلى مشكلة. صحيح صحيح. طيب الأستاذ محمد، في نقطة ذكرتها اللي هي ولاء للأصدقاء، وواحدة من المتابعين أو واحد من المتابعين يقول كيف أحمي ابني من أصدقاء السوء؟ عملية المراهق ولاء الكامل، ولاء الكامل هم الأصدقاء، الولاء المنقطع النظير. أقوى أنواع الولاء الإنساني ربما تتم في مرحلة المراهقة. المراهق نظرا لحاجته للانتماء، لحاجته في وبحثه عن الهوية، وبحثه عن المكانة والمعنى ضمن زملائه، يجد ولاء كامل لأقرانه، لدرجة أنه هم مصدر كل قيمه، وهم مصدر التعليم، وهم مصدر ثقافته الجديدة. أنت متلاحظ في المراهقين الآن ثقافة كاملة، لهجة واحدة، استخدام مصطلحات واحدة، تجديهم هم كأنما يكونوا شريحة متكاملة. حتى في المجال الفن، في مجال تجد أن المراهقين يتشابهون بشكل كبير ويكونون ثقافة واحدة. فالولاء الكامل لهالمراهقين. يكفي بس فقط المراهق يقول للشخص المنضم الجديد لهم، انت اهلك للحين يقولون لك انت طفل، يعني اهلك ما اعتبروك رجل. هذه الكلمه وهذه نسمعها كثير، هذه الكلمه هي التذكره دخوله الى هذا العالم اللي قاعد يعطيه الرجوله او المعنى او ونفس الشيء بالنسبه للفتيات، انت لسه ماما تعتبرك طفله. هذه الاسئله وهذه الاشياء هي اللي تدخلهم وتخليهم يقتربوا اكثر، يحافظوا على اسرارهم، أسرار الأصدقاء. فهنا تعتمد المراهق حسن الحظ هو اللي تكون جماعة الأصدقاء جماعة جيدة، جماعة ذات توجهات كويسة، ذات قدرات معينة. وهنا طبعا عندك عوامل في اختيار الأصدقاء، سواء عوامل تتعلق في المراهق نفسه أو عوامل تتعلق في جوانب ثانية، يعني مثلا ذكائه، شخصيته، خبراته الطفولية، عملية الطفولة الهادية المرنة الخالية من الإيذاء، الخالية من العنف، برضو هي مهمة جدا لتكوين مراهق جيد يستطيع أن يختار أصدقاء جيدين. الأسرة أيضا مهمة في مراقبة اختيار أصدقاء أبنائها. الأصدقاء هم أهم شخصيات مرحلة المراهقة، هم اللي يعطونه في النهاية تشكل، هم اللي يشكلون معاه الهوية والثقافة واللي بيكون عليها بعدين. الآن تشوف المراهقين يمشون جماعات مع بعض، يتشابهون دائما، عندهم ولاء قوي وجدا جدا لبعضهم البعض. صحيح، حتى قصات الشعر تلاحظهم واحدة ما تدري لو بتطالع مين ابنك من ابن صاحبك. طيب عندنا سؤال جميل، معروف أن المراهق يسهل استدراجه وإغراءه، كيف نحميهم من المجموعات المشبوهة؟ طيب واحدة من يعني الجماعات المشبوهة، أي جماعات هم أكثر فهما للمرحلة المراهقة، هم يعرفون ما الذي يريد المراهق. عادة هم يستهدفون المراهقين اللي يكون عندهم، اللي فشلوا في تجاوز بعض الأمور، المحبطين، الغير متكيفين مع مرحلة المراهقة، اللي يشعرون بالنقص. عادة استدراجهم يتم من خلال ملء الفراغ اللي هم يشعرون فيه، ملء النقص اللي هم يشعرون فيه. المراهق بطبيعته عاطفي جدا
وخاصة فيما يتعلق بالأمور اللي تتعلق في ذاته. يعني بمعنى أنه الأشخاص اللي يشجعون على تنمية ذاته أو يعطونه قيمة أو يعطونه قيمة معينة أو يداعبون أحلامه بالبطولة بالقوة وبالرجولة عادة هم الأشخاص اللي قابلين وسهلين للتأثير. دائما هؤلاء الأشخاص تكون أساسا عندهم مشكلة في منازلهم. دائما المنزل عندما يبحث المراهق عن ذاته خارج المنزل أو بعيدا عن المنزل أو حتى إلى جماعات مثل ما ذكرتي، عادة يكون في فشل كبير في المنزل في تعميق هويته في إعطاء قيمته. الشخص الطفل المراهق اللي بلا قيمة في المنزل راح يبحث عن القيمة في الشارع. فنقدر نقول إنه إعطاء قيمة مساعدته في إنه هو يخلق قيمة صحية لذاته من صغره حتحميه من إنه هو يكون سهل التأثر بالآخرين. إيش العوامل الثانية اللي إحنا نقدر نحرص عليها كمبادئ في التربية، كأهداف سلوكية، كأهداف شخصية نتمنى إنه كل مراهق يوصل لها عشان تحمي من الانصياق أو إنه هو يكون سهل التأثير عليه بالأخص سلبياً بأنه هو يعاني من مشاكل الشائعة اللي ذكرناها ومشاكل أخرى؟ إيش الأشياء اللي أو المسجات اللي نبغى نوصلها للأهل عشان يحرصوا على تعزيزها وتنميتها في كل مراهق موجود عندهم في المنزل؟ 11 سنة يبدؤون في تدريبهم على الاعتمادية وعلى طرح الآراء وعلى يبذرون فيها المرحلة هذه، يبذرون فيها مراحل نمو الهوية، يعطونهم الهوية. لأنه فعلا الطفل في عمر 10 سنين 11 سنة يبدأ يشعر باختلافه. مثلا الطفل البنت تختلف عن الولد والولد يختلف عن البنت، يبدون في هذه المرحلة بالشعور به. لذلك العمل مبكرا لمرحلة المراهقة يبدأ من الطفولة الهادية، الطفولة المتقبلة، الطفولة اللي تعزز الثقة. وهذه مرحلة الطفولة من المعروف من أهم احتياجاتها هي الثقة والأمان. الطفل الواثق واللي يحس بالأمان راح يدخل عالم المراهقة ومرحلة المراهقة بنفس الإحساس وينميها. لذلك العمل المبكر من الطفولة مهم جدا لمرحلة المراهقة. لا نتفاجأ في مرحلة المراهقة وفجأة نجد أبنائنا بين يوم وليلة أصبحوا مراهقين. هذا شيء. الشيء الثاني، لا يجب أن يكون عندهم إلمام ومعرفة تامة بمظاهر نمو المراهقة وتأثيرها. زي ما ذكرنا قبل شوي، إيش تأثير النمو الجسدي على المراهق؟ إيش تأثير النمو العقلي؟ العناد اللي يشوفونه هم مثلاً من المراهق في الحوارات بينهم يعتقدوا إنه عناد، هذا الشيء نتيجة إنه النمو العقلي اختلف عنه. لم يعد طفل يقبل كل شيء، لا الآن بيناقش وبيتكلم وبيبدي رأي. فيعتقدون إنه هذا عناد، أو يجب أن يحترموا المرحلة العقلية اللي الآن المراهق يمر فيها. يجب أن يتفهموا أشياء كثيرة. النمو العاطفي، المراهق الآن جزء من تكوينها هويته هي العاطفة. الآن المراهق يبدأ يفكر في نظرته لنفسه الذكورية، والمراهقة تبدأ تفكر بنظرتها وتحاول، والجميع سواء المراهق أو المراهقة يحاولوا كسب أو لفت انتباه الجنس الآخر من خلال اللبس ومن خلال الاهتمام بالشكل زي ما ذكرنا أول. كل هذه الأشياء يجب أن تكون هي جزء، هي ليست تمرد زي ما يعتقد البعض، هي جزء من مرحلة المراهقة. يجب أن نتفهمها، نتقبلها. قد لا نقبل بعض الأشياء، القبول يختلف عن التقبل. قد لا نقبل بعض الأشياء، لكن يجب أن نتقبل بعض الأشياء، ويكون بيننا وبين المراهق حوارات دائما صريحة حرة شفافة، ونجاوبهم على أسئلة كثيرة بمنتهى الشفافية حتى لا يلجأوا للبحث عنها في أماكن أخرى. القرب من المراهق جدا مهم. تدعيم ذاته، تدعيم هويته، تدعيم فهم ما يعاني من صراعات المراهق. ترى في مرحلة المراهقة في صراعات عجيبة عند المراهق لا يعلمها، نتيجة النمو الجنسي، نتيجة النشاط الخيالي اللي عند المراهق. المراهق عنده خيال واسع بيسع الأرض كلها. يعني يمكن تعرف دائما
الروايات الخيالية والأفلام الخيالية تستهدف المراهقين لأنهم عندهم قدرة عالية على الخيال، وبالتالي حتى عندهم قدرة عالية على الإبداع. نسمع دائما عن هكر مراهق اقتحم مثلا بنك أو هكر بنك، أو المراهقين لهم قدرة عالية على الخيال، أحيانا قد في يواجهون من أهاليهم بالاستهتار أو بالسخرية من خيالاتهم. لذلك تشجيع فهم قدراتهم، تحويل هذه الأشياء اللي النمو العاطفي تحويلها إلى جوانب والنشاط الخيالي إلى جوانب إيجابية ومساعدتهم فيها، هذا من ضمن واجبات الأسر. فالمراهقة زي الجسر اللي ينقل الطفل من عالم إلى عالم آخر. الجسر هذا إذا كان مفروش بالورود ممهد، مر منه المراهق إلى عالم الرشد بكل سلاسة وسهولة. أما إذا كان مليان مطبات وحفريات فإنه سيبقى في هالمرحلة فترة طويلة جدا وقد لا يتجاوزها، أو في وهذا ما نتمناه، أو أن يرمي نفسه من الجسر. في كثير من حالات المراهقين عندما يفشل فشل كبير في تجاوز هذه المرحلة أو في فهمها، نسمع كثير عن محاولات انتحار لهم، لأن المراهق أيضا يتصف في الحساسية الكبيرة. المراهق جدا حساس وانفعالي بشكل كبير. لذلك المرحلة المراهقة يحفظ جميع أبنائنا يا رب. معنا أستاذ محمد. ألو، في عندنا تعليقات رائعة بقراها شوية على ما يرجع لنا أستاذ محمد. من المهم على الوالدين خلق جو من الصداقة بين الأبناء لبناء شخصية الطفل أو المراهق. فعلا المراهق يبحث عن القبول، لما ما نلاقي القبول، لما ما نلاقي الاحتواء، ما نلاقي العاطفة وسط البيت، دائما حندور عليها برا. وهذه المرحلة اللي على حسب حظ المراهق، اللي ما لقى الاحتواء في البيت إذا كان محاط بأصحاب صحيين راح يكون التأثير عليه إيجابي على الأغلب والعكس. عندنا برضو من التعليقات، مواقع التواصل الاجتماعي راح نسألها الأستاذ محمد. الحوار مع بعض القصص التي تخلق خطورة عليهم، في الحوار يحقق للمراهق نوع من الثقة ويتحدث لوالدي بأريحية. صحيح، مشاركتهم ألعابهم الإلكترونية ممتاز، يعني هذه كل الأشياء يعني تخليك أقرب للمراهق، تحسس أنه أنت قريب منه، تتفهمه، تتقبل اهتماماته حتى لو كانت مختلفة عنك، تعبير عن الحب بشكل أوسع خلينا نقول، لأنه أنت لما تلعب معه ألعاب البلاي ستيشن اللي يحبها، حتى لو ما أنت عارف تمسك حتى اليد البلاي ستيشن، أو جلوسك معه أو سؤالك عن اللعبة اللي يحبها، أصحابه اللي يلعب معه على الإنترنت، هذه الأشياء كلها فيها جهة عاطفية أنك تعطيه أحاسيس جميلة أنه أنت مهتم له، وفيها برضو جهة رقابية، يعني أنت برضو تبغى تعرف هو مع مين يتحاور من خلال المواقع، ما نقول تواصل اجتماعي بس الألعاب الإلكترونية اللي فيها تواصل مع ناس آخرين. في عندنا سؤال بسرقة من أستاذ محمد، تعليقكم على الازدواج في التربية بين الأم والأب وضرره على المراهق. لما يكون في عندك اختلاف في أساليب التربية، أنت ما أنت قاعد تخلق استقرار عند المراهق، ما أنت قاعد تخلق ثبات، فما يدري هو القوة عند مين، ولا هو المفروض يسمع كلام مين. فأنت لما يكون في ازدواجية في التربية وما يدري يتبع مين، ما يدري مين الأقوى، ما يدري مين الأضعف. أنا بالنسبة لي هذا شخصيا لازم يكون في اتفاق على أساليب التربية، لأنه هذا الشيء حيخلق مستوى من خلينا نقول الاحترام المتساوي ما بين الأم والأب. عادة ما احنا نقول الأب هو الشرير ولا الأم هي الطيبة، أو العكس نقول الأم هي اللي دائما تعيق على كل شيء والأب هو اللي يوافق على كل شيء، فدائما يطلع لك واحد شرير واحد طيب. فلازم يكون في ثبات، لازم يكون في اتفاق، لازم يكون في استقرارية،
إذا إحنا نبغى شخصية مستقرة، نبغى شخصية ناضجة، لازم يشوفوا الاستقرار والنضوج من الأم والأب. التذبذب في الأساليب التربوية إلا ما يخلق التذبذب في الشخصية كنتيجة لذلك. في تعليق برضو جانا، الاتفاق بين الوالدين بجانب التربية للمراهق جدا جدا مهم. إحنا لما نتفق إحنا قاعدين برضو نوصل للمراهق اتفاقنا مع بعض، تفاهمنا مع بعض كأم وأب. أستاذ محمد معنا؟ معلش أنا ترى سرقت منك. كلنا فريق واحد استاذنا. بس في تعليق قال لازم تعوضوا لنا يا إشراق عن حلقة اليوم كلها مقطعة، فتعوضنا بظهور آخر استاذنا. السؤال إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله في سؤال أبغاك تجاوبه لأني سرقته منك، بس نبغى نسمع جوابك. تعليقك على الازدواج في التربية بين الأم والأب وضرره على المراهق. الصوت مو واضح مرة، ما أدري أستاذة بها، أنا أتمنى، يبدو لي في خلل كبير في البث. أنا أعد يعني أعدك وأعد المستمعين أنه نلتقي مرة أخرى، يبدو لي في مشكلة. لكن عموما هي كلمة أخيرة، إذا كان صوتي واضح لكم، أعتقد من أهم الأمور بالنسبة للتعامل مع المراهق هو الوقوف بجانبه، هو الحديث الصريح معه، الحديث معه بشفافية كاملة. وهذا وإذا كان المراهق ذكر يكون الأب عليه الدور كبير أنه ينقل له كل ينتبه أو يركز على نواحي اللي يعتقد الطفل أو المراهق فيها أنه فاشل فيها، ويعزز من ثقته من نفسه فيها. لابد أنه يكون في علاقة جيدة جدا بين الأسرة وبين المراهق، حتى لا يهرب المراهق إلى الخارج، إلى خارج المنزل، ويتلقى من هناك التربية الأخرى اللي ربما الأسرة لا تفضلها. يمكن هذه أهم شيء بالنسبة لما يتعلق بالمراهق والتعامل معه. فهم المراهق يجب أن نفهمه، يجب أن نحترمه، يجب أن هو رجل المستقبل، يجب أن نحترمه. والآن مقومات الرجولة حتى بالنسبة للفتاة هي امرأة المستقبل، لابد من الآن أن نكون. اختفى معانا أستاذ محمد، أعتقد أنه اختفى، في مشكلة عندنا في الاتصال. أنا بختم الحوار، شوف إذا ظهر معانا، بختم الحوار في بعض الأسئلة الأخيرة. الاتفاق بين الوالدين بجانب التربية للمراهق صحيح، تعويد المراهق على وضع الحلول في بعض المشاكل ومحاورته كشخص مهم، هذه جدا مهمة، لأنه أنت تبغى تشرك المراهق في اتخاذ القرار، تبغى تشركه في البحث عن الحلول عشان أنت برضو تنمي قدراته على حل المشكلات. ليس شرطا أن يكون الأب والأم متفقين، الشرط أن يكون هذا الاتفاق ظاهرا أمام الأبناء. بالضبط، وهذا اللي إحنا نقصده، الاختلاف دائما خلف الأبواب، الاختلاف ما يظهر أمام الأبناء، نختلف من وراء الأبواب على أساليب التربية، لكن نتفق على الاختلاف أو نرجح الحل الأفضل، وهو اللي نظهره حل واحد وأخير قدام المراهقين أو الأطفال، لكن ما يظهر الاختلاف أبداً أمامهم. اختلافنا دائماً يا جماعة خلف الأبواب. طيب، عندنا في بيتنا جدة وجد الله يطول بعمرهم دايم يدلعون أولادنا ويعطونهم فلوس وإحنا مقننين المصروف، إيش نسوي؟ والله الجدات أنا ما أدري، ما صعبين يعني، وجودهم صعبين. أنا أمي كانت مشرفة مركزية متقاعدة، وكانت معلمة رياض أطفال، وكانت جدا شديدة معانا، بس أول ما جاها أول حفيد كل القوانين راحت يعني، فكنا نقول سبحان الله يعني. أعتقد هو شيء يخص الجدة والحفيد يعني، ضعفهم أمام الأحفاد أتوقع شيء مو سهل إنهم يسيطروا عليه، لكن دائما نتفق ونرجع معاهم نتكلم بالأشياء اللي إحنا حابين نركز عليها مع الطفل
أو المراهق، والحوار دائما الحوار هو أول أسلوب في حل المشكلات. أستاذ محمد رجع، نبغى منك كلمة أخيرة، وإحنا نشكرك على الكلام الرائع اليوم الثمين، ووقتك الثمين برضو معنا. أنا شخصيا استفدت منك كثير، وإن شاء الله أن كل المتابعين استمتعوا باللقاء. أيوة أستاذ محمد معانا؟ أستاذ محمد راح. طيب إحنا حظنا مو حلو مع اليوم، لكن إن شاء الله نعوضكم بحلقة ثانية. شكرا جزيلا لكم، شكرا كل الشكر للمتابعين، شكرا لجمعية إشراق لظهورها المتميز وحرصها المتميز على متابعيها. عودوا بحذر، الجائحة لم تنتهي. كل الشكر على وقتكم اليوم، والله يحفظكم اليوم وكل يوم يا رب. في عندنا طلب نتمنى من جمعية إشراق استضافة الأستاذ محمد لمناقشة مواضيع أخرى، صراحة يوصل المعلومة بوضوح وسلاسة بإذن الواحد الأحد إن شاء الله. الله يحفظكم جميعا، مع السلامة.